حياكم متتبعي وتتبعات ماروك سبور 24 في لايف جديد برولونغاسيون ماتش ديال الوداد اليوم مع سان داونز. غادي نحلوا مع المحللين ديال القناه السي عمر عن جريده ديربي فوت، السي محسن من الرباط، السي رشيد من الدار البيضاء. حاولوا تبارطاجيو معنا باش نغنيو النقاش ريتما. يدخلوا معنا الاخوان يا بسم الله. الو الاخوان كلهم موجودين، كل شيء 5 5. السلام عليكم السي عمر، السي محسن، السي رشيد، اهلا وسهلا. وعليكم السلام سي كريم، تحيه ليك
وتحية مرحبا الإخوة اخي من عالمك. كريم، يعني كنشكرك على هذه البادره الطيبه اللي برمجتي لنا واحد البرنامج خاص يعني تزامنا مع تعاون نادي الوداد الرياضي نحو دور ربع من منافسه دوري ابطال افريقيا التاهل الافريقي، وبالتالي فكنغتنموا الفرصه وكنهنيو الجماهير الوداديه العريضه قاطبه بالتاهل هذا التاريخي بحكم لأن الفريق يعني يجاوب نادي الترجي التونسي في الفريقين الوحيدين اللي استطاعوا على انهم يتبوا صداره المجموعه اللي يعني المجموعه اللي تواجدوا بها الاربع سنوات او اربع نسخ من دوري ابطال افريقيا متتاليه، وبالتالي فهذا انجاز كيستحق الاشاده وكيستحق على اننا يعني نتكلموا عليه، وبالتالي فنتمنى ان شاء الله على اننا نكون مستوى تطلعات الاخوه الكرام، نتمنى ان شاء الله على انهم ينضموا لنا في هذا العدد الخاص لاجل اغناء النقاش، ونتمنى كذلك على انه نكونوا عند حسن الظن. شكرا سي عمر. سي محسن اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي كريم، تحيه لك وتحيه سي عمر وسي رشيد، وتحيه للجمهور الاسطوري ديال فريق الوداد الرياضي اللي اليوم دفع الفريق باش يحقق التاهل للمره الرابعه متصدرا للمجموعه ديالو لدور الربع. وصراحه اش نقول لك سي كريم، اجواء جد رائعه اللي عشنا اليوم في الملعب، وصراحه جد سعداء باش نكون حاضر معكم في البرنامج ونتفاعلوا مع الفدائيين الامه. مرحبا مرحبا، غادي نهضروا هذا الشيء بالتفاصيل ان شاء الله، والاجواء كيفاش كانت وكيفاش عشتوها انتم اللي كنتوا وسط الحفل اللي غنقولوا واحد العرس كبير. نرحبوا بسي رشيد ونكملوا النقاش. سي رشيد اهلا وسهلا. اهلا سي عمر، اهلا سي محسن. على ومعلومه مهمه، راه محسن شفناه في البي سبور اليوم في الدقيقه 82. سي محسن 82 داز كان حاضر الجمهور مع الصديق ديالو، كان ايوا كان مارس حاضر. ورا محسن كان مركز على الماتش بسبب الضغط. محسن كان هو كان بحال جالس حدا البنزرتي بوجدي. ربما هو يكون البنزرتي في ديك الساعة. شفناه مركز مزيان الدقيقة 82 كان مركز. محسن واخا صعب جدا. مرحبا اوكي، غنبداو الحلقه اليوم. هذا لايف استثنائي بطبيعه الحال، كتعرفوا الاخوان احنا مع الحدث اليوم درنا لايف من قبل المقابله، وكان التوقع ديالنا يعني في الصميم، وكنا الحمد لله يعني كاع المسائل اللي هضرنا عليها كانت هي هذيك. سي عمر بالنسبه لكنتي كنتكلم اخويا كريم، انا نعطيك الفرصه على انك انت دير لنا المقدمه ديالك وعلى انك يعني تعطينا ابتسامات ديالك حول اللقاء. نبداو بك نلو ان شاء الله اليوم. مرحبا. انا بالنسبه لي المقابله عشتها يعني على الاعصاب ديالي، يعني بصراحه لان المقابله اللي تفرجت فيها، ولكن ما كنتش مرتاح، لان يعني مقابله بحال هذه اما يعني كتضرب لك كل شيء في الزيرو وتضرب لك كاع هادشي اللي درتي، ولا يعني كتوصلك لاعلى عليين اللي بغينا نقولوا بطبيعه الحال في كره القدم، لان كانت مقابله صعبه وهضرنا عليها وهضرنا على هاد لي بتي ديتاي اللي لعبوا اليوم في المقابله وخلانا اننا نتوجوا يعني بالانتصار. سان داونز كما كنقولوا فريق بان بان فريق قوي، وانتم كنتوا حاضرين في الملعب، يعني غادي تشو غادي من بعد غادي نهضروا على هذا الشيء. شفتوا يعني الفارق كيفاش واقف، ماشي بالفارق السهل، ولكن يعني المقابله الحمد لله يعني كانت دازت شويه، يعني بالنسبه لنا كان ذاك الاب اند داون، كان ذاك الشيء طالع وهابط، يعني 15 دقيقه الاولى كانت شويه الكره، ولكن ما قدرناش نماركيو، ولكن الحمد لله مني عاودت الماتش، سال الماتش عاودته تفرج فيه على خاطري. السي عمر، هادشي اللي بغيتي تعرف. السي عمر كتسمعنا؟ معك السي كريم، معك كتسمعني. اوكي، انتوكلوا على الله.
سي عمر، سي محسن، كنتوا وسط، كنتوا في الميدان، كيفاش كانت الاجواء؟ كيفاش كانت الاجواء، الدخول؟ واش كان داكشي منظم، داكشي داش داكشي بسلاسه، ولا كانوا شويه ديال المشاكل، ولا شويه ديال بالنسبه للدخول؟ هو الدخول اخويا كريم كانت الامور منظمه، يعني الدخول ربما كان واحد يعني كان واحد سوء تنظيم كبير، يعني في عمليه ولوج الجماهير في الملعب انه كان واحد سوء تنظيم كبير. صدقني الى فتحت لك على واحد المساله، لانه مجموعه من الجماهير بالرغم من امتلاك التذاكر فوجهت الملعب عن طريق يعني كما معروف هو بالهجوم والباب، هجوم المفضل. شوف الى الباب كيدخل الجمهور، لانه مجموعه من الجماهير امتلاك التذاكر، ف يعني المنظمين ما حسنوش التعامل مع التقني ديال التورنيكي، لانهم كيعطلوا بزاف، لانهم حالين باب وحده ديال التورنيكي وامه ديال البشر كتسنى الضوء ديالها باش تدخل التيران. بالتالي فمجموعه من الاخوان موعد الماتش قرب، بزاف ديال الجمهور ما سمحاش ليه الفرصه على انه تواجد في الملعب بشكل مبكر. هادشي راجع حتى لومبوطياج اللي كان في لوطوبوس، وحتى ربما الاجراءات الامنيه اللي كانت في يعني في الدخله ديال الملعب. كنظن بانه يعني كانت واحد فوضى تنظيميه، وهذا كيرجع بالاساس على انه المنظمين لم يحسنوا التعامل مع التقني ديال تورنيكي، وحتى عدد ديال يعني البيبان المحلولين باش يفتحوا المجال للجمهور يدخل حتى هما كانوا قلال وقلال جدا. مجموعه من الجماهير نقذات الباب، مجموعه من الجماهير يعني دفعات الباب ودخلات يعني في الحقيقه اللي كنقولوا. وبالتالي فنتمنى ان شاء الله على انه المنظمين من الان فصاعدا يتم الاهتمام تمام، يعني يعطي واحد الجانب هذه، ان ربما التدافع كان يعني لا قدر الله فيقدر يرجع يعني بنتائج وخيمه تقدر تنجم عليه مجموع يعني اختناق تدافع كان عفوا يقدر يؤدي الاصابات. نتمنى ان شاء الله على انه يتم الاعتناء بالجماهير، لان الجمهور هو الكليان، والكليان كيخصك تتعامل معاه بافضل طريقه باش يعاود يرجع عندك. بالتالي فكان ان جمهور الوداد كان في الموعد اليوم لبى النداء، كان اللاعب رقم لي، فكنظن انه البور نحو الدور القادم. لقاء كان هيتشكوكي، هدف يعني عالمي منقطع النظير، بالتالي يعني قلما كنشاهدوه في الملاعب الوطنيه. وبالتالي فكنظن انه الوداد عبرت بامان نحو الدور القادم، تبوأت صداره المجموعه، الان تفادت ابرز الفرق المرشحه للظفر باللقب وليا المازيمبي والترجي والاهلي، وتفادت حتى ماميلودي فاندون اللي يمكن ليها طريق في الصف الثاني. بالتالي فالان الوداد تكون امام مواجهه مع قسطنطينه، مع حريه وراكبي، ولا مع سيمبا. كنظن الى استثنينا قسطنطينه الفريق مع سيمبا اللي خلقت المفاجاه اليوم، وضربت جميع الحسابات، ضربتهم زيرو، وقدرت انها سجلت الهدف في الدقيقه 90 اخويا كريم، واللي منحها يعني بطاقه الاوراق على حسب نادي فيتا كلوب اللي كان يعني خاض لقاء النهائي مع الرجاء على مستوى الكاس الكاف. واخا كنظن على انه الوداد ضربت مجموعه العصافير. ها اللي قلت لك داكشي علاش قلنا ان الرباح اليوم خويا كريم اصابه مهمه. الوداد ضربت العصفور الاول اللي هو العبور نحو الدور القادم، والعصفور الثاني اللي هو تبوء صداره المجموعه، والعصفور الثالث اللي هو تفادي ثلاثه ابرز مرشحين للظفر باللقب اللي هما المازيمبي والترجي والاهلي، وكذلك تفادت اقوى فريق ثاني اللي هو الماميلودي سان داونز. وبالتالي فكرنا بانه تفادى، وكذلك العصفور الاخير هو اسكات موسيماني اللي ربما فمو كان محلول بزاف الاونه الاخيره المدرب الماميلودي سان داونز، واللي ربما اعترف بقوه الجماهير الوداد في الندوه الصحفيه اللي تتالت المباراه. غادي ندوزو سميتو ديالي. ان الوداد اليوم هذا عرس، هذا يوم اللي كيحق الجماهير انها تحتفل. فريق كيتبوء صداره الدوري المغربي، كيتبوء صداره مجموعه ديالو في دوري ابطال افريقيا، وعبر بامان نحو دور الربع. وبالتالي فكنظن ان الفريق في السكه الصحيحه، ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله في باقي المباريات. جيتي سخون اخويا عمر، بحال كنتي مشدود في هذاك التيران، واقيلا ما كان لا خبز لا ما لا والو. حنا كنعرفوا التيران ملي تمشي خصك تكون يعني تكون مقاد، معمر الكريشه ومعمر الزاد ومع وهذا. المهم غير باش نبسطوا مع السي عمر،
السي محسن، مشيتي للمقابله، كيفاش كان بالنسبه لك يعني الدخول، وكيفاش كان المهم غير باش ناخذوا الراي ديالك، خدينا الراي ديال عمر، نشوفوا الراي ديالك انتيا. هو سي كريم بالنسبه للامور الشامبينيه، كنظن انا صراحه شخصيا الحاجه الوحيده اللي ربما ما عجبتنيش هو ان تم تخصيص هذاك لي غيشي في مدينه الرباط ربما حتى اليوم المقابله، وهذا اللي خلق شويه واحد الازدحام كبير على 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 لي غيشي في هذيك الوقيته قبل الماتش، تقريبا من 11 ديال الصباح حتى 4:45 بحال هكا، كان واحد الازدحام كبير على لي غيشي. فهذا كان مشكل، كان نورمالمون لان الناس بزاف اللي كانوا جاوا من مدن اخرى كانوا لي غيشي مثلا في الرباط، كانوا يفتحوا مثلا نهار قبل المقابله باش الناس، لان شحال من واحد مسكين بغى يتفرج وما عرفش واش الورق غيتحطوا وما كانش واحد كما تنقول واحد التواصل باش يقولوا لهم راه ان هذا لي تيكي راه غيتحطوا نهار الماتش، كانوا كيجيو الجمعه باش يقلبوا على لي تيكي وما كيلقاوهمش. والمسألة الأخرى أخويا كريم بالنسبة للجوانب التنظيمية، كنظن على بعض الأمور، أنا صراحة أنا دخلت تقريبا بواحد 40 دقيقة أخويا كريم قبل ما تنطلق المقابلة، فصراحة كان هنالك أنا بالنسبة لي هذاك الشيء كان نظام جيد. الجماهير الودادية كنعرفوها أنها جماهير منظمة، سي فري كانت واحد الكثافة كبيرة ديال الجماهير، ولكن الناس دخلوا بسلاسة، وتقريبا واحد 40 دقيقه قبل ما ينطلق المقابله، تقريبا واحد 80% ولا 85% تقريبا ديال الملعب كانت مملوءه. صوف ربما الى عمر، ربما الى قال لك انه كان واحد الاشكال صغير ربما في شي بوابه، ان ربما كان واحد الضغط كبير عليها، فممكن فتنظن هذا الشيء ربما المونتينيغ خصهم يتفاداو. رجع اخويا كريم غير كبايجاز على الاجواء اللي كانت داخل الملعب، فصراحه كان واحد الجمهور اش نقول لك، الا قلنا اسطوري نورمال واش نقول زعما، لو كان شي كلمه اللي ربما اكثر من اسطوري جمهور ما عندنا ما شوف، جمهور دائما توب ودائما في المستوى الكبير، جمهور ما عندنا ما نقولوا ليه دائما كيساند الفريق ديالو، يعني بصراحه انتم عشتوا هاد اللحظه هذه. خويا كريم نقدر نقول لك اخويا كريم واحد القضيه، نورمال كل دستي انت توني ودخلتي هذاك الماتش هذاك الدعم ديال ذاك الجمهور، فتنظن كنتي تربح، لان شي لعاب وخا يكون نقولوا ان اللاعب يكون لاعب عادي، صراحه هذاك الدفع ديال هذيك الجماهير اللي قبل ما تنطلق المقابله تقريبا فهمتي بواحد ساعه اولا، انا ديك الساعه كنت خارج المركب وتنسمع الاصداء، ربما كنشوف كنقول لك ما المقابله بدات وحنا فهمتي غالطين في التوقيت ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن صراحه قبل ما تبدا المقابله من تقريبا ساعه ولا ساعتين الناس كتشجع، وحتى ملي سال الماتش اخويا كريم فاللاعبين جاوا احتفلوا مع الجمهور والجمهور بدا يشجع، وحتى ملي مشاو اللاعبين الجمهور بدا يشجع لدرجه ان بعض اللاعبين ما بغاوش يخرجوا من التيران، بغاو يبقاو مع الجماهير. فتنظن ان صراحه المساله والامور الاخرى ان فاش سالت المقابله فكانت الامور عاديه، الناس خرجات ومشات ربما باش تاخذ الوسائل ديال النقل باش كل واحد يمشي ربما الجهه اللي جا منها، وكان الاهم كان هو التاهل، وكنظن كما قال عمر راه مجموعه من العصافير ربما اللي ضربنا اليوم، منها اهم حاجه واهم عنصر اللي بالنسبه لي انا كنت كنهضر عليه ديما هو ان الصداره، لان الصداره غتعطيك واحد الطريق معدده باش تمشي للدومي فينال، لان احنا دابا احنا ملي كنا كنهضروا على المقابله ما بغيناش نكثروا كثره الهضره ونبقاو نقولوا مقابله بصراحه كما قلت كانت صعيبه، لان كما قلنا اما غادي يعني غتربح 3 بوين وغتكلاسا البرومي وغادي تيفيتي يعني الكبار القاره الا بغينا نقولوا على الاقل بعدا يعني في الدور الموالي، وفي دومي فينال راه لكل حديث حديث. واخا نمشيو بالنسبه ل شكرا لجميع الاخوان اللي كيباركوا الوداد، يعني الوداد كانت تمثل المغرب اليوم وكانت كتمثل بلادنا، وحنا كنعرفوا هاد جنوب افريقيا سياسيا واكثر من ايان انهم دائما كيخلقوا لنا المشاكل، ولكن احسن رد اللي كان في الملعب هو اللي قدر الوداد اليوم هذا.
هضروا مع المدرب، المدرب اللي كنعرفوا الخرجات ديالو، المشاكل اللي كيخلق، وراه احسن رد هو اللي رد عليه الجمهور. وراه دابا نحطوا التصويره ان شاء الله ديال 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 الجمهور ديال التيفو الجميل والجميل جدا اللي غادي نحاولوا نحطوه. ها هو تيفو اللي دار الجمهور الوينرز، وها هو ها هو تيفو جميل وجميل جدا. تيفو كيعبر بالانجليزيه باش ما يقولوش كا. ما سمعتكش اش قلتي؟ قلت ميساج ميساج ماشي تيفو ميساج 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 ما كاينش تيفو. اوكي انا حسبني ميساج ميساج ديز من مكتوب بالانجليزيه كيقولوا لي تقدر ترجم لنا السي عمر. وكان باللي يعني قالوا ليه باللي مزيان ملي كتقرا في كتاخذ منه الديفلاد اللي كيستعمل يعني فاسد ملي كتواجه رساله كانت موجهه بعد التصريحات اللي كانت عند بيتسون موسيماني في قدام اللي تهم على انها كتمارس بعض الاساليب ربما اللارياضيه يعني ربما المح الى انهم كيضغطوا الحكام. وبالتالي فكان الرد اليوم على ارضيه الميدان هو السي محمد النايري اللي سكن في شباك يعني فقط واحد اربعه من الاخوان ف اينانغو اللي هو الحارس ديال ماميولي ساندون فنال جائزه احسن حارس افريقيا في حفل توزيع جوائز افضل لاعب. اينانغو خد افضل حارس وبالتالي النايري الشرف انه البوز مرات تزمين. عندك صوت السي عمر ولا التغطيه عندك الصوت ناقص شي شويه وكيمشي ويجي الصوت. عندك السي عمر عندك يعني عندك مشكل في الصوت ما كاين لا كنسمعوك ولكن كيمشي ويجي الصوت. واخا كمل السي عمر كمل. فقط يعني دينيس تيانغولي والحارس ديال افضل افريقيا حفل توزيع نايري كان عنده الشخص شباك افضل حقيا ذهبا ولا ايابا بقذائف يعني اللي ربما خلات انيانغو ثالث الدين خلاته يعني يبوس ب يعني مصدوم امامه يعني هول القذائف الصاروخ محمد النايري لانه نجعوا فقط اخي كامل اذا كان ممكن يعني واحد المساله اللي ربما لم نمت اللي تابع عليها واللي كتخص الجماهير فكنظن انه يعني لمده طويله ما شاهدناش مركب امام لاعب بمدى الرباط مملوء بطاقه الامتياز بها اليوم حكم لانه حتى فريق الرجاء ولا الجيش ولا حتى فريق يعني بعض المباريات الفريق فما كانش يعني بنفس الحجم ما كانش بالقدر انه الاثنين بعض المقاعد القليله اللي كانت في الجهه ديال الملعب كان مملوء عن اخره مدرجات يعني بالتالي ف هذه فرصه على اننا نشيدوا بالدور اللي لعبته جراي الوداد واللي فلت الداء يعني لا مشروط وحتى على دقيق انتصار اللي هو الفريق صدرت المباراه واللي عبر بشكل مريح الى دور المنافسات الدوري الابطال. وبالتالي تحيه كبيره تنفصل الوينرز اللي كان يعني الطن جماهير الوداد الجيد اليوم واللي كان يعني فقط كذلك فحتى اللاعبين لا حتى النايري من سجل ولا حتى بعد نهايه المباراه فالكل توجه الى يعني الكل حي الجماهير الكل يعني عبر على امتنان ديالو الدعم الكبير اللي قدم فتوض الجماهير وبالتالي افضل محمد النايري يعني الافراح الجماهير الوداديه واللي نتمنى ان شاء الله انها تمشي الى ابعد مق الى اخر مق عفوا. عندك مشكل في الصوت السي عمر مشكل الصوت قول لي قبيله خي قول لي انا ضغطت لا راه كيتقطع كيمشي ويجي حتى كيتقاد وكيتقطع فهمتي داكشي علاش واش ما داش لي زيكوتور لا ما داش لي زيكوتور عمر لا ما ديرهمش لا غير التغطيه واقيلا التغطيه اللي ناقصه شويه
بالنسبه للناهيري ماركه في لالي وماركه في الروتور. ناهيري كما قلنا كيضرب عصفورين بحجر وكيحل لك وكيحل يعني فكك الوحيل الى بغينا نقولوا لاعب اللي بصراحه كيبقى هذا هو اللاعب اللي ما كيملش، لان لو هذيك الكره ضربات وطلعات ولا طارات ولا شي حاجه ما ناهيري وقت ما غتكون عنده اوكازيون غادي يشوت. وهذا هو اللاعب اللي ما كيتاثرش ولا كيقول اه سقتها ولا حقه طارت ولا حقه هذه ما غنجر، ديما كيبقى يضرب حتى كيجيبها في الشبكه. بيت اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان من روعه بمكان، وحرر اللاعبين اللي بغينا نقولوا، حرر الجمهور، لان حشومه وعار ان نشوفوا جمهور بهذيك بهذاك 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 العدد وبديك. شفنا العائلات، شفنا الناس، شفنا العنصر النسوي، شفنا كاع جميع الشرائح ديال المجتمع حاضرين في هذا فهاد الاسئله. بالنسبه لك السي محسن، يعني المقابله كيفاش شفتيها؟ يعني اللعاب اللي بان لك مزيان، اللعاب اللي بان لك يعني 10 على 10 كما كنقولوا، حتى كاين بعض المرات ملي كتكون في التيران يعني كتفرج بشكل، ومني كتكون امام التلفاز كتفرج بشكل. بغيت نعرف منكم نتوما كنتو في التيران شكون اللي بان لكم، يعني واش بانت لكم الوداد واقفه مزيان؟ لان راه شفنا يعني المقابله ديال اللي لعبات الوداد مع لاسيك، يعني بدا كيدخل الشك وبداو كيدخلوا هذا، ويعني هذه مقابله مهمه لان ضربات لك كانت تقدر تضرب لك كل شيء في زيرو، كاع داك الشيء اللي تعذبتي عليه، وتا البطوله غادي يقول لك حق البطوله هذه وهذا. اذا انتم بالنسبه لكم السي محسن، كيفاش بانوا لكم اللعابه واقفين في التيران؟ واخويا كريم التغطية، انت عندك السي محسن عندك نفس المشكل، كنقول لكم التغطية من الكمبيوتر ما كتشدش مزيان. السي محسن راه واحد التغيير، واحد انتقدني ما كتسمعش. هو تقطع كاع. وي سي عمر، بالنسبه لك انت والستيران كيفاش بانت لك، كيفاش بانوا لك اللعابه، كيفاش بان لك الفريق؟ وكنظن باللي الفريق اليوم تعذب لانه هو واجه الخصم اللي افضل منه فنيا، انا مامي لي سان دونس ممكن الصوت كيف سمعت اخويا كريم دابا مزيان عمر دابا مزيان. فكان ان الوداد هو جهه فريق اللي افضل منه فنيا، افضل منه تقنيا، وعنده لاعبين فرم، لانه الفريق اللي كان كيتحكم يعني بشكل جيد زي ما امور، فريق اللي صعب على انك تقدر يعني تحمم الكره، فريق اللي صعب على انك يعني تكسر هجماته، وبالتالي في الوداد تعذبت بشكل كبير. وما نساوش اننا نشيدوا حتى بالضو اللي لعبوا الحارس الشقناوتي، اللي لولاه لا كان يعني اللاعب ديال سان داونز يعني اسكن الكره في الشبكه الراسيه اللي كانت يعني على انها في الشباك، الا ان الشقناوتي طلعها وقف المساله وقدر على انه يصدى من يعني يصدى بواحد الطريقه اللي ربما يعني تنو الناس كبير. وبالتالي فقط يعني نتكلموا على اداء اللاعبين، كان ان الوداد تعذبات خصوصا في الشوط الثاني. الشوط الاول الفريق كان رقم انه يسجل هدفين على الاقل، لا بعيد الحداد ولا فتح الماتش لاعب سان داونز، ولا حتى يعني الكره الثانيه اللي تصدى لها الحارس انيانغو واللي كان في المستوى الاخر. فكنظن بانه لولا الطريقه اللي جاب بها الهدف ديال الناهيري فكنت كنعتقد انه كان صعب عليها تسجيل هدف في مباراه اليوم. نرجعوا حتى لبوتي موراني يعني بعد نهايه المباريات اللي كتجمع الوداد دائما كتكون عنده تصريحات كتدل على انه يعني هما يعني لا يطيق انتصار الوداد او ربما احرى، فيبدو نفس الخساره امام الوداد. لانه بعد الهزيمه ديالو فقال احنا يعني احنا اللي ضيعنا، كان حاليا لينا في لقاء الذهاب على اننا اربعه ولا خمسه اهداف، الان فازوا علينا بضربه يعني بهدف اللي زعما كاين التعاود، شحال ما يتعاود ما يتسجلش. وبالتالي فكنظن على انه الوداد تحسب كذلك الناهيري اللاعب الشجاع، لان ماشي اي لاعب غيمشي لك الشجاعه التسديد
لانه كنعرفوا يعني ما كان يتسدد منه النايف فما كان لي يعني مجنب على البوطو ويعني بطريقه اللي صعيبه وكذلك ف يعني روعه هدف لانه خلى الحارس يعني واقف مشدوه امام القفه الصاروخيه وبالتالي فكر لانه تحسب النايري تحسب التكناوتي ونتمنى ان شاء الله على انهم يفتحوا التالق ديالهم ويهديوا الوداد لقب ثالث على مستوى دوري ابطال افريقيا. هو الصوره ديال المدرب ديال سان داونز استسلم وجا كيعنق البنزرتي وكيعنق حداد قال لهم هادشي اللي عطى الله واخا شوشت عليكم واخا ما عرفتش قلت راه هذا اللي غلب يعف قال لهم اللي غلب يعف هادشي اللي عطى الله حاولت بشتى الطرق باش 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 نضغط عليكم ولكن الوداد دائما كيرد عليه في الملعب وهذا احسن رد لهذا المدرب هذا اليوم ما غينعش وبغيت انا نبقى ما ينعش دائما واخا نمشيو نشوفوا سي محسن الى تصب عنده الصوت سي محسن عطاك كلمه هو خويا كريم دابا كتسمعني مزيان على ما اظن ياك مزيان خويا كريم قبل ما نهضر على ربما اللاعبين ولا التقييم ديال اداء اللاعبين نبغي نرجع للنقطه اللي هضر عليها سي عمر هي ديال التصريحات ديال المدرب دابا المدرب ديال هذا بيتسو ديال سان داونز ولات عنده عقده سميتها فريق الوداد لانه شنا ملي ما قدرش ينتصر كرويا وعارف انه ديما كينهاز مع الوداد هنا في الرباط في المغرب فربما شحن اللاعبين ديالو وربما وراهم واحد الاسلوب اللي سيء اللي ما كنتش انا صراحه حتى ما كنتش كنشوفو فريق سان داونز فريق اللي كان كيلعب الكره ولكن اليوم شنا منذ انطلاق المقابله الحارس كيطيح الكره كيلعبها بشويه شنا واحد النوع من ربما بحال شنا داك الاسلوب ديال بعض الانديه الافريقيه راك عارفو ديال شمال افريقيا ديال تضييع الوقت وتكثير الريتم ديال المقابله فشناه منذ انطلاق المقابله الحارس ما كيلعب في اي احتكاك كيطيح واحد جوج دقائق والباس الى خرجت كره ما كيلعبش الكره كيلعبها بشويه ويجيب على خاطره دونك هذه المساله الاولى لان المدرب كان ربما عطى اللاعبين ديالو كافه الوسائل حتى الوسائل غير مشروعه انهم باش يحققوا على الاقل نتيجه التعادل ولكن المدرب ديال سان داونز كنظن انه كيعرف القيمه ديال الصداره ديال المجموعه وكان قالها قبل هذه المقابله كان قالها فاش لعبنا معهم في لقاء الذهاب كان قال ان الصداره راه كتخولك انك تمشي بعيد لان الماتش روتور ديال الربع كيكون في الملعب ديالك وكذلك كتلعب مع فريق اللي كيحتل المركز الثاني اللي ربما كنشوفوا دابا الانديه اللي كتحتل المركز الثاني انديه اللي متواضعه باش نكونوا واضحين دونك انديه متوسطه راه انا وكافه المتتبعين راه الانديه اللي غدوز نصف النهايه راه باينه وفريق الوداد راه فريق مفتوح ان شاء الله باش يدوز نصف النهايه لان اقوى فريق محتل المركز الثاني كما قال عمر راه هو سان داونز هذه المساله نجي المساله ديال اللاعبين اخويا كريم هو انا كنت كنهضر على واحد المساله واحد اللاعب او واحد التغيير بالاحرى اللي ربما شحال واحد متاقدني فيه هو التغيير ديال الحسوني وكنت كنقول ان الحسوني راه ماشي ايفيكاس وكنت كنتمنى ان يدخل طوندي ولكن حسوني لان بابا توندي ما كيكونش جاهز ما كنظن انا كل بابا توندي جاهز ما عمر حسوني غادي يكون تيتولير هذه باش نكونوا واقعيين لا شو سي كريم انا مفضل بابا توندي واخا ما يكونش جاهز سي كريم يلعب على الحسوني لان بابا توندي كيعطيك هذاك العمق الهجومي اخويا كريم كون كان اليوم الحسوني كون شفنا ان الحسوني كيحتفظ بالكره وكيرجع للميليو تيرا ما غنشكلوش خطوره على الفريق ديال سان داونز العكس شفنا بابا توندي كيلعب باللمسه الواحده كيبقى ديما اون بوينت كيبقى ديما هذا مبرفط هذوك لي ديفونسور يعني كيدير لي غوميز وشنا الباس اللي حط الحداد ديال البيتش لولا الحداد نورمال مباشره ضربه اللعاب وقدامه الشبكه فيها 7 متر وفاصلة 40 وشحال دونك باش عاضيع كون كان الحسوني اولا لاعب اخر كون كان الحسوني كون دفع البالون لجي اهم حاجه في الوداد يعني اللي ما عندش فرق اخرى وخصنا نكونوا واقعيين ملي كنكونوا نهضروا انه اللي دخل كيقضي عندك اللعابه ديال البطوله كتلعب بهم بطوله عندك اللعابه ديال كوب دافريك حنا شفنا ملي دخل لو تريبلي الكرتي السعيدي النقاش اللي هو اللي ديتي به تشامبيون ليغ راك شفنا حنا شفنا يعني الفرق اللي داروا هاد ثلاثه اللاعبين وما غاديش نقولوا بان جبران ما لعبش لا جبران ممكن كان احسن لاعب حتى هو في المقابله لعاب اللي ممكن ملي كتشوفوا في التيران كتشوف لعاب
اللي شبعان كره كما تيقولوا، لعاب اللي عنده من الامكانيات وعنده ما يعطي، وبان بانه انتداب كان في المستوى ديال الفريق الاحمر، ومازال غادي يعطي. للذكر ناهيري ماركا البيت 131 في العصبه بالنسبه للوداد، وهو رقم اللي كان مفتخر به. واخا سي عمر باقي عنده المشكل ديال التغطيه، كنعرفوا الانترنت السبت والحد مشكل كبير كاين في المغرب ديال الانترنت، ما عندنا ما نديرو، حنا كنمشيو بالامكانيات اللي قدروا الاخوان ديالنا يكونوا معنا باش يحلوا معنا المقابله. واخا نشوفوا نخليك تكمل السي محسن باش ندوزوا القرعه وداك الشيء اللي غادي تقول. المهم واحد القضيه بعدا باش ما ننساهاش، الحمله اللي داروا الوينرز، يعني كلنا الى الرباط، يعني كنظن ان اليوم في التيران بانت الخدمه ديالهم، وهذا هو المهم يعني من هاد الحوايج هادو. حمله كانت في المستوى العالي، شفنا التيران، شفنا الجمهور، يعني هاد المسائل هو اللي بغينا نشوفه. والمدرب ديال سان داونز مني هدر مسكين ما فهمش، وقال لهم واش انا خليت التيران عامر في كازا، جيت الرباط لقيت التيران عامر، ما فهم والو مسكين، ما عرفش بان هذه وداد الامه، راه واخا ماتش تلعبوا في اكادير ولا في طنجه التيران غادي يكون كومبلي، داك الشيء على سميتها وداد الامه. مسكين ما عرفش اش وقع، وقال لهم حنا نتمناو في التصريح ديالو، قال لهم نتمناو في جنوب افريقيا يكون عندنا جمهور شغوف بحال هذا الجمهور هذا. هذا فخر لهذا الجمهور هذا اللي اليوم بين على 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 دائما، واليوم كيزيد ياكد بانه يعني في المقابلات الكبيره دائما كيدفع اللعابه ديالو باش يكون ماتش. وبصراحه كنا نفوزوا باكثر من هدف، ولكن الحمد لله هدف زوين، هدف واحد الله يجعل شي بركه ضربنا به كما قال السي عمر، العصافير بقات كطيح مسكينه، قرطاسه وحده ضربنا بها الشجر ديال العصافير، مزيان هذا الشيء اللي بغينا. واخا نكمل السي محسن باش ندوزو غادي نديرو نحطو التليفون الاخوان اللي بغاو يتواصلوا معنا. مرحبا، كمل السي محسن. هو خويا كريم، كتهضر هذا موسيماني يهضر على الجمهور، راه حتى في جنوب افريقيا راه الملعب فاش كيبغي يستقبل فريق ساندا وفريق الوداد كيلعبوهم في واحد الملعب اللي في حي الشعبي، باش ربما يكون شويه داك الحضور الجماهيري، ومقابلات اخرى كيلعبوهم في ملعب اللي اخر اللي من مستوى عالي اللي تلعب فيه المونديال ديال 2010، فغير باش يجلب هذاك الجمهور، ولكن ما كيقدرش يوصل، لان كيعرف القيمه ديال الجمهور، ان راه كيلعب واحد الدور كبير باش يدفع الفريق ديالو. مساله اخرى خويا كريم، هضرتي على اللاعبين، بالنسبه لجبران كما قلت يا خويا كريم، راه لاعب اللي كتحس بيه شبعان كره، سي فري بعض الخطرات ربما كيزيد شويه في الاخر كيبغي يخرجها في واحد المكان اللي شويه صعيب، سيرتو بعض الخطرات في الكارو ولا حدا المنطقه ديال الجزاء ديال الوداد، ولكن كيبغي يخرج كره نقيه، دونك هذوك البلايص راه ماشي داير هذاك الشيء، ولكن كنعرفوا ان جبران راه ماشي البوست ديالو، ولكن راه دار واحد المقابله كبيره. غير انا اللي ما مشافتش معك اخويا كريم هي قلتي انت اللي دخل قبلي، انا ما كنظنش اخويا كريم، لان لو دخل ودخل كادارين كون بحالنا تما، ما هضرتش على اللي دخل يقضي. فهذا قلت لك زعما كاينه فرقه ديال البطوله وكاينه فرقه ديال كنظن انا قادرين يعني في البطوله كيبان لعاب اللي ممكن تلعب به في البطوله، ولكن في افريقيا صعيب باش لا 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 خويا كريم، لا حتى في البطوله يعني بالنسبه للوداد خصها لاعب اللي يكون في المستوى الكبير، وشنا حتى كما قلت لك خويا كريم التغيير ديال بابا طوندي اللي كان نادي به ديما، لان الا لاحظتي المقابلات اللي لعب بابا طوندي كيدير لا ديفيرونس، رجع للمقابله ديال افريكا بيجون كريم هنا في الرباط فاش ربحنا بخمسه لجوج، شوف شحال ديال لي باس حط ديسيزيف، وشوف الماتش ديال لي فول اللي دار، لا يناقش هذا اللاعب، ولكن الا ما كان جاهز راه صعيب باش تلعب شي لعب ما جاهش، وسيرتو خويا كريم شي في البوست ديالو صعيب، علاش؟ لان كيعتمد على اللياقه البدنيه، مني ما يكونش عندك اللعب اللي كيدير بابا توندي راه الا ما كانش عندك اللياقه البدنيه راه ما يمكنش ديرو، ما يمكنش يلعب 20% 30% يشد طلق، وهذا راه ما يمكنش، راه اما كيكون
90% ولا 100% ولا ما يقدرش يعطيك، بالعكس كيولي هو عيب عليك، وغادي 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 تضيع واحد واحد واحد. لا لا شوف خويا كريم، كريم باش نوضحوا هذه النقطه، باش نوضحوا بابا توندي راه منين جا وحتى المقابلات اللي لعب راه ما عمره ما كان في هذا كامل الجاهزيه ديالو. بابا توندي الحاجه اللي فيه مزيانه خويا كريم هو منين تيلعب تيلعب افون سونتر على الاقل كيعرف شويه هذوك، اش غنقول لك هذوك زعما هذوك هذوك لي ميكانيزم ديال لافون سونتر كيعرف ليهم، يعني كيقدر يحط غوميز يلعب معاك اندو يحط الكره ولو ولو ما يكونش في الجاهزيه ديال خويا كريم. انا نفضلو يلعب كون دخلتي الحسوني غيميل غيميل الاجنحه غيدير فاتح مع الحداد ومع النجم، ولا غيرجع للميليو غيولي الميليو عامر وكره ما كتوصلش للكار ولا وصلات غيشد الغارديان. يعني انا بالنسبه لي كاع الماتشات ورجعوا الماتش ديال لوبي ستار في نيجيريا خويا كريم، راه الماتش ديال لوبي ستار راه لعب فيه بابا طوندي مهاجم وربحنا، راه ماشي بالضروره يماركي، راه على الاقل كيحط لك كيساهم في خلق هذوك الفرص. واش البنزرتي واش هو كره يلعب بابا طوندي ديما؟ واش كره؟ راه هادشي اللي بغيتك تفهم، راه ما كرهش، ولكن الا ما كانش موجود راه كيولي عبء كبير عليك فهمتيني. ولكن اليوم اللي سهل المهمه بالنسبه لبابا توندي هو الميليو تيران باش تعرفها. لا خويا كريم، واخويا كريم شوف ترى راه ما يمكنش، باش نكون واضحين اصاحبي، ما يمكنش لعاب كان جاهز في الماتش ديال لاسيكا بي جون اللي تلعب برباط والماتش اللي موراه ديال لوبي ستار لعب شويه ما بقاش جاهز في الماتش كل ماتش وعنده القراءات ديالو، كل ماتش عنده المسائل ديالو. اليوم الميليو كان مزيان، شفنا الوداد مزيان، ولكن هو كلشي، الميليو هو كلشي. خويا كريم شوف خويا كريم انا نقول لك علاش، لان تداري شفنا ما تعذبش، راه تداري حتى بلاصه كومارا ما بانش لينا زعما بانه هذا، علاش؟ لان الميليو كان مزيان. انا نقول لك علاش اخويا كريم، لان القراءه ديال البنزرتي اليوم ما كانتش مزيانه، العكس ديال الماتش ديال لوبي ستارز اللي تلعب في الرباط والماتش ديال لاسي. علاش؟ ورجع لك اخويا كريم غير باش نوضح لك واحد القضيه اللي ربما دابا بعض الاخوان غيفهموها. منين انا كنت كنقول لكم اخويا كريم حسوني حتى ملي كيلعب في الميليو راه لونجاجمون فيزيك شويه ناقص، ولا ريكيبيراسيون ما كيعاونش فيها، راه بان دابا من دخل السعيدي شلنا ان الميليو مغطي، لان مغطي على لا ديفونس. العكس كون كان الحسوني غيكون ما غيغطيش على لا ديفونس، لان الحسوني ضعيف لا ريكيبيراسيون وما كيرجعش، ولو كيتبع اللعاب ما كتحش بيه غير ريكيبيري كره. اخويا كريم واخا نمشيو ليوم الاربعاء، غادي تكون القرعه السي عمر، بالنسبه للقرعه لو 20 مارس غادي تكون القرعه ديال تشامبيون ليغ وديال الكاف. من طبيعه الحال نقدروا هذا هو الحلاوه، انك ملي كتكلاسا برومي كتيفيتي كما قلنا في البدايه ديال البرنامج، انك كتيفيتي لي غرو مورشو، ولا بغينا نقول يعني كتيفيتي ترجي. شفنا اليوم ترجي ربحات، الاهلي ربحات، يعني كاع الفرق الكبيره وكاع المنتخبات، كاع الفرق الكبيره في افريقيا كلها ربحات. يعني الدوزيام بلاس سيمبا التنزاني اللي اليوم حتى هو خلق المفاجاه وطير كاع دوك سميتو ضربهم، طير كل شيء. سيمبا عنده تاريخ كبير مع الوداد، سيمبا فقط مع الوداد. لماذا؟ انه الوداد عاد الدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا بعد سنوات كثير، كنظن السنه ديال 93 كنظن ما خاتنيش الذاكره، فرجعات الوداد يعني واجهات يعني رجعات لدور المجموعات عن طريق سيمبا التنزاني في لقاء السد اللي كان في مصر، واللي بلاتي يعني كانت توقيع فابريسون داما محسن ياجوبي ما خاتنيش الذاكره. وبالتالي فكنظن انه سيمبا الخير على الوداد، نتمنى ان شاء الله لما لا القرعه توقع الوداد مع سيمبا فقط، يعني شات مقتطفات من اللقاء اللي جمع بين فيتا كلوب، فعندهم 100,000 ولا 90,000 متفرج يعني جيده، يعني ربما ملعب اللي هو جيد لكن ارضيه الميدان فربما ذات جوده سيئه، ولكن ارضيه الميدان حتى في الحجم يعني حتى في التمام ف حتى الابعاد ديالو، فبالتالي فكنظن انه سيمبا كتبقى الى ضفنا ليها حتى حريه كوناكري اللي سبق الوداد وواجهها وقدر على انه ينتصر عليها في الدار البيضاء وتعادل معها في عقب دارها وكان منتصر،
فكنظن على ان الوداد ديجا اختار بعض الفريقين اللي با يعني ما قبي عارفين با كنظن انه ماشي من خلفهم اللي قادر يخرج الوداد احتمامات، لكن مع نادي قسنطينه ففريق يقع مع مازن بي فقدر يفوز على مازن بي ذهابا ومهازم مع ايابا باللقب الدولي، فريق اللي عنده عناصر ممتازه. بالتالي انا لا احب فكره مواجهه الوداد لانديه شمال افريقيا لانها ديربيات، والديربيات دائما يعني كانت صعبه لا على الديربيات ولا على الانديه الجزائريه، وبالتالي فكنتمنى حذاري حذاري من الفريق قلتها من شحال هذه باقي كنقولها، حذاري من الفريق الجزائري القسطنطيني، فريق قوي فريق قوي جدا. اتونسيون راه ديك المره محسن ما اتفقش معايا، ولكن فريق قوي فنتمنى ان القرعه تكون رحيمه بالوداد وتوقعوا مع فريق ديال حريه ولا مع سيمبا. نضيف لك اخي كريم فقط لانه كنظن في حاله مرور الوداد ومرور الاهلي ومرور الترجي ومرور مازنبي فنكونوا يعني في موعد مع اقوى الفرق الافريقيه في السنوات الاخيره، كان يعني غنكونوا في موعد مع حتى نتمنى ان شاء الله لما لا في فرق اخرى دوز سيمبا الدمي فينال لما لا، وبالتالي فنتمنى ان شاء الله على ان يعني مسار الوداد نحن مقابله نهائيه يكون فوق الورود، ونتمنى على انهم يتفادوا خصم قوي. انا اتمنى اللي كنتمنى في الوقت الراهن القرعه كنظن غتجرى يوم الاربعاء 20 في الوقت الراهن، وفي هذه الفريق الجزائري ديربيات كتكون صعيبه، ولما لا فحول ولا سيمبا فاللي جا مرحبا به. اللي جا مرحبا به ماشي مشكل، حنا اهم حاجه هو نستقبلو في التيران ديالنا الذهاب برا وكنستقبلو في التيران ديالنا، هذا هو لافونتاج. وي خويا كريم غير الا سمحتي لي نقراو غير بعض لي ميساج باش الاخوان ما يتقلقوش. قرا خويا قرا رشيد شتو غبر ما عرفت فين ما عرفت فين مشى داكشي، علاش نقراو لي ميساج ديال الاخوان ديالنا باش ما يتقلقوش علينا. هانشا خويا كريم كاين ام عالي كيقول لك مبروك خوتي ولادي. منين من غتبدا من الفوق ولا من تحت؟ لا غنبداو من الفوق اخويا كريم. محمد امين دومير تحيه سعيد ناصري سياسه مشكره. طوني كروس الزاهري الحمد لله الصداره جبنا جنبتنا مواجهه الاهلي والترجي ومازيمبي قد نسقطوا امام حريه وقسطنطينه وسيمبا. كاين شاكر الثاني تحيه وداديه. كاين خالد الدخيسي قال لك هو ما دونك ما بينش ميساج ديالو. سامي كاتب الوداد خصها بزاف باش تكون بطاله. كاين امين كيقول تحيه لكريم عمر رشيد ومحسن. شكرا خويا امين. رضا عبداوي تحيه كبيره من الصحراء المغربيه ديما وداد، وكذلك كنحييو الاخوان اللي في الصحراء المغربيه ديالنا وفيهم الكثير من الوداديين. كاين محمد امين تيقول لكم مبروك تاهل من الرجاوي. خويا شكرا على الفير بلاي ونتمنوا لكم التوفيق ان شاء الله. حتى رشيد رملي بطوله وعصبه ان شاء الله وداديه ان شاء الله خويا رشيد. كاين سفيان الحر كيقول لك الكل يتغير الا الوداد يبقى ثابتا الصدر للمره الرابعه على التوالي، وهذا منذ زمان خويا الوداد دائما ثابتا. سي سفيان نور الدين نورواك نور الدين سي نور الدين ديما كيتفاعل معنا وصديق صراحه صديق ديالي هذا عزيز عليا. قال لك الصداره كتخول لك تلعب الروتو في الملعب ديالك، عندك الحق خويا نور الدين فعلا ان شاء الله الروتور غيكون ديال الربع في التيران ديالنا، وحتى الفروق اللي بلاصه الثانيه راه صراحه في المتناول ديال الوداد باش نكونوا واقعيين. سفيان الحر كيقول لك الناهري سجل هدفه الرابع في دوري الابطال وثمانيه له والثامن له هذا الموسم المفاجئ. سيفري كيفكرنا في سي بن شريفه حموده اللي كنوجهوا له تحيه. توني كروس كيقول لك روبي ستارز سيفري روبي ستارز صراحه داروا الفير بلاي لانهم لعبوا ولو كانوا قصيين ولكن لعبوا وربحوا. روبي ستارز كاع الحوايج اللي قدروا يديرهم فرقه مع شي فرقه داروهم مع الوداد. لعبوا في تيران صغير ما صدقش، لعبوا في تيران كبير ما صدقوش، لعبوا وسط الدروبه والو، جاو ولعبوا اللور ما صدقوش، لعبوا لاطاك واه هذا الشيء اللي عطى الله
راه المدرب قال لهم هذا الشيء اللي عطى الله، راه هو قالها، راه ماشي انا، راه هو اللي قال لهم هذا الشيء اللي عطى الله. هذه الفرقه ما عرفتش منين خرجت. كمل اسي اخويا كريم، نكملوا لي ميساج. كاين داوود ويداري اخويا كريم كيقول لك مبروك علينا، كاملين نتمناو يكون ضغط من المكتب على الجهات المسؤوله على المركب محمد الخامس، حيث المباراه القادمه ستكون صعبه. متفق مع ان لا تلعب دونور عاوتاني لي روبير ديال التيران، وداك الشيء راه كيكون كتكون الامور دونك مزيانه اللعابه، وكذلك الحضور الجماهيري كنعرفوا انها ما كيكونش مشكل. تيران سواء تلعب بالليل او الصباح راه غيكون ممتلئ عن اخره، وخاصه ان شاء الله كما جنا هذا العصبه 2017 بالجماهير الوداديه، حتى هذا العام ان شاء الله كل شيء متاح امام فريق الوداد. محمد امين كيقول تحياتي ستار على الروح الرياضيه، ونتمنى بركان تسير على نفس المنوال. يوسف يحيى كيقول لك مبروك وداد الامه. نور تينواك كيهضر على الميساج اللي هضرتي عليه ديال بيتسو. وانا واحد القضيه خويا كريم غير باش ما ننساوش واحد المساله، هو راه حتى كان ميساج اخر في هذه المقابله، اللي هو ان تمت قراءه الفاتحه من طرف الجماهير الوداديه على ارواح الشهداء اللي ماتوا في نيوزيلندا في هذاك الهجمات الارهابيه ديال هذاك الارهابي الاسترالي اللي قتل، هما كانوا ثلاثه اللي قتلوا واحد اكثر من 49 مصلي، وكانوا في صلاه الجمعه. وراه كان ميساج صراحه زوين، وكنتمنى ان وسائل الاعلام تثبت بحال هذه الميساجات، لانهم كيبينوا الرقي ديال الجماهير. حليتي هذا القوس هذا، بغيت نحل واحد القوس بسيط. المهم نترحموا على 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 الشهداء اللي كانوا في نيوزيلندا، وذاك يعني الحدث المأساوي اللي شفنا امس. ولكن المؤسف عندنا هو في بلادنا ان هاد الحوايج هادو ما فهمتهمش انا. واش العالم كله مقلوب، والعالم كله يعني هاد الحدث المأساوي وقع، وحنا كاع معنا الاذاعات ديالنا كاع ما هما في هاد العالم. انا غنوريكم واحد الصوره ديال لا تور ايفيل كيفاش طفات، يعني غير حزنا على 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 الاموات. وحنايا مدوزين حاجب في السهره، مدوزين سهره، هذا كيعطيك اكثر من علامه الاستفهام فهاد هذا. ونخلي القوس، نسد القوس بسرعه، لان غادي يدخلني لشي حوايج ما باغيش نهضر فيهم. راه حوايج كيوقعوا والناس راه كيتاثروا. دابا حنا لا بغينا نعزيو شي هذا، خصنا نشوفوا الجزيره ولا نشوفوا شي اذاعه اخرى باش نحزنوا مع، ولو غير نحزنوا مع هاد الناس هذا، ونسدوا القوس بسرعه. وكمل السي محسن كريم نكملوا. كاين ميساج ديال نور، كاين ميساج ديال سي نور واك سي نورتين كيقول لك المغرب بلد جميل عندما يدرسك، وبلد فاتي عندما يهزمك. كيهضر على المدرب ديال الميساج اللي كان جاو. وانفصام الشخصية ديال هذا المدرب اللي ربما عقدة الوداد خلاته انه كيدخل وكيخرج. لا هذا التصريحات ديالو مشكل عادي. كاين عاوتاني خويا كريم توني كروس الزاهري كيقول لك، نشوفوا الميساج ديالو، كيقول لك احسن حارس والناهيري ادون رونالدو، طريقة الاحتفال ديال رونالدو راه ربما الناهيري كي نفس طريقة الاحتفال. كيقول لك اخويا كاين نبيل الداسولي كيقول لك ديما وداد مبروك علينا، مبروك اخويا. رضا ابداوي كيقول لك اخويا رضا ابداوي الناهيري فكرني نهائي كاس العرش ضد مراكش، الهدف شبيه الهدف رشيد داوري، والهدف ديال رشيد داوري كان المسافه كان ضربه خطا من واحد المسافه اللي بعيده، ربما نفس الطريقه لان الحارس ما تحركش خطا يعني نفس الكيفيه. بغينا كمل اخويا. هذيك الساعه كنظن اخويا كريم كنظن هذيك الساعه على ما اظن ما خانتنيش الذاكره، كان الحارس ديال كوكن الحارس الكبير ديال قنيطره الحارس قدور، وكان ما تحركش، كانت الفرق ديال الداوري الزاويه قريبه في زاويه بعيده ما تحركش لها. نكملوا اخويا لي ميساج كاين بعدا. بغينا نحييو الجاليه المغربيه ومغاربه العالم في ايطاليا، عبد ديما حمراء ديما، المهم من ايطاليا عبد الهادي من ايطاليا، وجميع الاخوان ديالنا عبر العالم. كمل السي محسن. المهم غير لي ميساج اللي كيسطو باش نكملوا الحوار مع السي عمر.
واخا باختصار حنا حاولنا نقراو كافه لي ميساج بالزربه خويا كريم باش شي واحد ما يتقلق، لان احيانا كياخذنا النقاش وما كنقراوش ليهم، ولكن اليوم ماشي مشكل نفرحوا كل شيء كما حنا فرحانين اخويا كريم. محمد امين دومي كيقول لك الراجل جديده فينال، كيهضر على كاس العرش اللي كان زعما الحضور الجماهيري حتى هو كان حضور كبير. بن يونس زياني كيقول لك مبروك لوداد الامه. نورتي كيقول لك مايور غارديان. كاين عمر المسكيني كيقول لك الوداد قوتها في جمهورها العظيم واداء كبير للفتى المدلل الوداد وليد الكرشي، شفناه اليوم مدافع مهاجم نقاش، اداء ديالو اداء في وسط الميدان اداء كبير، وتحيه كبيره لهذا اللاعب. كانوا في الملعب رجال ديال بصح، لا صراحه اليوم تقاتلوا الله يعطيهم الصحه وما خيبوش الجماهير الوداديه. دونك سيمو كيقول لك السلام عليكم. وعليكم السلام خويا سيمو. نوروا كيقول بابا طوندي كان رائع اليوم، فعلا اخويا نور الدين بابا طوندي راه دار الفرق لا في هذا الماتش ولا في الماتشات اللي دخل فيهم كاملين. الفريق قام هذا بنيوت الزياني كيقول لك الفريق قام بمقابله جيده، اضاع سلسله من الاهداف، وتحيه خاصه للجمهور الوداد الذي حضر بكثره وساند الفريق، فعلا خويا بن يونس. سفيان كيقول لك الكليه تغير، هذا قريناه. سفيان تيقول لك رساله الجمهور الوداد الرياضي على التصريحات، راه كانت باينه هذيك دونك جريت كونتري، هذيك هذاك الميساج اللي باللونجلي اخويا كريم ديال ربما انت تفقه في الانجليزيه اكثر من اخويا كريم. باينه شو غير الميساجات باش 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 نتبع معاك الميساجات، لان الميساج بزاف وما قدرتش نتبع معاك، غير باش نحطوا لي ميساجات ديال الاخوان. هو خويا كريم ماشي مشكل نحطهم، لان دابا فويسكو تنقراو لهم كاملين، دونك راه كاملين كيسمعوا لي ميساج ديالهم دابا باش ما حتى واحد ما يتقلق، دونك راه كيسمعوا لي ميساج ديالهم انهم كيتقراو. سفيان الحر كيقول لك مناف، كيقول لك مناف العداله الالهيه انصفتنا ونشكر الجمهور الذي حضر فعلا، لان منين كتخدم ولاعبين كيديروا واحد المجهود كبير وتيتقاتلوا راه كيكون العدل، راه منين اي واحد دونك دمر على شي حاجه راه كيوصل لها. كيقول لك الناهري سجل هدفه الرابع، دونك هذه هضرنا عليها. الصدارة محليا انه وداد الامه سي سفيان. سينورتي الفرق الاربعه اللي على راس المجموعه الاربعه هي اللي غتلعب نصف النهائي، ومتفق معاه تقريبا، وقال لك سان داونز الفريق الوحيد اللي يقدر يخلق المفاجاه، وتنقول له انا تقريبا هذوك الانديه حتى سان داونز عندها حضور. ماشي اخويا كريم عمر المسكيني قال لك جبران كيصعد بزاف تينسى الادوار الدفاعيه في بعض الاحيان خويا، لان ماشي البوف ديالو كتعرفها ميليو تيران. هشام بلال السلام عليكم. وعليكم السلام خويا هشام. سفيان قال لك برافو للجميع بدون استثناء، اداره الجمهور فعلا، لان لا الاداره ولا الجمهور ولا مالغري ان بعض الاخطاء ديال الاداره، مع ذلك صراحه كاين تطور كبير في فريق الوداد باش ما نكذبوش، ولو كنتقدوا بعض الاشياء، ولكن كلمه حق تقال ان الناصيري دير خدمه كبيره في الوداد، اداء كبير من وليد الكرشي بزاف هذا السيد، ولو انا صراحه الكرشي شناه اليوم دار مقابله نقدروا نقولوا مزيانه الى حد ما، لان ما كمل يا سي محسن كمل، راه قربنا نساليو، راه الله قربنا نساليو. واخا خويا كريم نور الدين قال لك راه قالها توشاك جمهور الوداد لو لعبتم في البحر لا سبح خلفكم. بابا طوندي قدم مقابله رائعه. الاسبوع القادم ستتوقف البطوله بسبب تواريخ الفيفا في سفيان. كركاج اليوم قال لك اخويا كريم ما بقاش تيبان التيران، وي خويا راه عندنا واحد لا فيديو راه دابا نحطوها ان شاء الله ديال هذا الكركاج ديال الوداد ديال اليوم، راه كاين فيديو ان شاء الله غنحطوها في لاباج. هو سعيد ودادي السلام ديما وداد. نور الدين عودة ابراهيم للوسط نقصات الضغط على الدفاع سيفري. الصراحه سعيد ودادي قال الصراحه النجم عصبنا اليوم على كل ما كانش في نهارو. شكري قال لك تحيه لكم من قطر، تحيه لكافه مغاربه العالم اخويا شكري وليك كذلك. عبد كيقول عبد السلام كيقول عبد الهادي من ايطاليا، تحيه لك خويا من ايطاليا. عبد تيقول لك ديما وداد ديما حمراء. ابو رجب كيقول لك السعيدي خارج التغطيه اليوم متثاقب في لاعبيه، ولكن دار مقابله صراحه جيده واخا ما كانش دار مقابله جيده. حميد ماروكي يقول لك مبروك علينا، تحيه للجمهور. سفيان عبد المؤمن جابو لاعب وثاق الصيف تابع لقاء اليوم، وراه كنا هضرنا في الانتدابات وداك الشيء، راه قلنا بارمي الحوايج اللاعبين اللي محطوطين على لاطاب ديال الوداد، راه منهم جابوا منهم لاعبين تاع، دابا نعاودوا نهضروا في هذا الموضوع حصه الساعه مع الحمراء. كاين زهيل الحسين ديما وداد الحسين من اوهايو دونك من الولايات المتحده الامريكيه، تنقولوا له مرحبا
كاين علي شاحين، واش ممكن نشوفوا مقابله ربع ودونور ان شاء الله؟ خويا صراحه كنظن مستبعد، ولو قالوا انهم تيران غيتفتح نهار هذا نهار 10 في شهر 4، ولكن اخويا كنظن مستبعد. واش علي شاهين دونك قريتو نور الدين؟ تحيه خويا محسن صداقتك اعتز بها، تحيه لك خويا نور الدين، شكرا. وفيكس مسلين وتقرا مزيان، راك كتنض الصورة الكاسول هاني يا خويا رفيق مسلم، ماشي مشكلة خويا. نتمنوا نكونوا الشاهدين. عبد كيقول لك السلام. سفيان قال لك فرقة رائعة جمهور الوداد يترحم على الشهداء، وي هي اللي هضرنا عليها خويا سفيان وتمت قراءة بجهة. هشام ديما وداد، اها هشام السلام عليكم. السلام الجالية موجودة اليوم لينا. بوك ديما وداد بولونيا، من بولونيا تبارك الله عليكم. جميع مغاربة العالم تبارك الله عليكم، وداديين والمغاربة جميعا. خويا حميد ماروكي يقول الله يرحم الشهداء، صراحة الله يرحمهم، لأن حادث صراحة إرهابي باش نسميو الأمور الأشياء بمسمياتها. في كيما منين تيوقع واحد عربي كيدير واحد الفعل الاجرامي بحال هكا كيتسمى ارهاب، ملي كيدير واحد اجنبي كنهضروا على امور اخرى. على كل باش ما ندخلوش في امور خارج على البرنامج، نكمل حسن براطو علاش تسمى وداد الامه بحال هاد الموقف. وي خويا عبد ديما وداد دونك نور الدين والاشاره، اربعه مغاربه كانوا بين الشهداء العمل الارهابي. كانوا اربعه مغاربه وي اكزاكتومون. كان واحد السيد اللي شتا التصويره ديالو من الاحفير، والله الله يرحمهم. دونك ساعي الودادي العالم عندنا فاسد واخا، وفعلا العالم دونك الشعارات ديال الديمقراطيه الشعارات. يلا نكملوا هذا. علاوي ازدين تيقول لك واش ممكن وداد الديكاس؟ خويا كلشي ممكن، كدوز صافي كلشي كيولي ممكن. عندك دابا في هذه النقطه هذه عندك 20 يوم، 20 يوم ديال 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 العمل وتصحيح قبل دور الربع. الوداد غتكون عندها 20 يوم قبل ما يعني طبيعه الحال الشامبيونه كاينه، ولكن على الاقل بعد ازدياد المرحله خديتي الصداره، عندك واحد 20 يوم باش يعني تحط لي بوان، لان البطوله كنظن ان هذا، لان البنزرتي هضر وقال انه دابا غيتكونسونطرا على تشامبيون ليغ، لان البطوله 91% محسوم فيها، وغادي يحاول انه يريح بعض اللاعبين اللي غادي يكون باش يكونوا موجودين في الربع. واخا خويا كريم عمسلي كان معلومه غير باش نعطيو معلومه للجمهور، بما ان الاخ هضر على المقابله وش وداد الحروب، راه كنقول له ان التاريخ ديال المقابله ديال الربع خويا كريم راه غيكون نهار 5 في شهر 4 غيكون الذهاب، ونهار كنظن نهار 15 في شهر 4 غيكون الاياب. داكشي اللي كاين واخا. كاين رشيد بو كلابن كيقول لك تحيه لكم من اسبانيا، تحيه ليه. مرحبا رشوق تيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. روشك عبد الغني مقابله كانت صعيبه فعلا اخي. لطيف كيقول تحيه وداديه من فيينا، فيينا نامسا من نامسا. علاوي عز الدين جاوبني صراحه، ما عرفتش انا جاوبني، ما عرفتش اش الميساج اللي كنهضر فيه. راه بقينا كنقراو هاد الميساجات راه ما غنساليوش، خلينا نكملوا الحصه لان سالات تقريبا بقى لنا واحد 5 دقائق، غندير واحد تور دو طون باش نساليو الحصه، لان الا بقينا كنقراو في هاد لي ميساج راه ما غاديش نساليو. هو باش نختم اخويا كريم، باش نختم لي ميساج ربما حاولنا نقراو الماكسيموم. كاين ميساج ديال سفيان الحر اللي ربما كيطرح لنا واحد السؤال، كيقول لك من هو رجل المقابله؟ فتنقول له انا صراحه شخصيا صعيب نعطيك رجل المقابله، لان كانوا بزاف ديال العناصر منهم بابا طوندي، جبران، النقاش، كنظن هادو كانوا في الطوب، ونزيدو تشاغناوجي، دونك هادو كانوا في الطوب. واخا بعض الاخوان واخا نشوفوا عمر، بعض الاخوان اللي كيهضروا على راس الحربه السي عمر باش نختموا. وكنظن باللي راه البنزرتي ربما غادي يقحم اليوم ويليام جيبوت اخر دقائق المباراه تحت لي فرصه اللي كان بامكانه يسجلها. كنت باغي ماركي، والله الا كنت باغي ماركي غير باش، لان كتعرف افان سونتر خصو ماركي باش يتحرر. اسمعي نحدد فبلوكا كره بوجو، بلوكا كره بوجو، وعطى كره يعني جيبوت على طبق من ذهب، لكن
المدافع ديال سان داونز كان الان معك الوداد الفريق ربما يعني مقبل على دور ابو وقام على فتره ان شاء الله في يوم من الشهر الجاري كان ضمن لي موعد القرعه بقى شي واحد اربعه ايام الفريق كذلك فالمنافسات تتوقف ان شاء الله يعني الاسبوع القادم بحكم تزامنها مع تواريخ الفيفا وهو ما يفتح مجال امام فوزي البنزرتي لمعالجه مكامن الخلل داخل المجموعه الوداديه وبالتالي فنتمنى ان شاء الله على ان نستغلوا فتره التوقف وعدم برمجه لا مباريات مؤجله ولا مباريات كتندرج ضمن المنافسات القادمه من اجل تصحيح الاخطاء وبالتالي فالحلول يعني في ضمن المجموعات حلول لا ونتمنى ان شاء الله على انه فريق ان القرعه تكون رحيمه متفاده على الاقل موجهه يعني ديربي مغاربي مع قسنطينه كنظن اللي قسنطينه ما تخوفش الوداد بطبيعه الحال ماشي كبر من الوداد بطبيعه الحال لكن فامان ما كتفعلش بزاف الديربيات كنحبت فكره مواجهه شبيه كوناكري ولا حتى في بطانطان بالتالي فنتمنى ان شاء الله على ان القرعه تكون رحيمه بالنادي الرياضي ويعني ككلمه اخيره اخي كريم ما تفوتنيش الفرصه على انني نوه يعني بتشجيعات لا متناهيه وكذلك تشجيعات يعني المنقطعه النظير اللي مارسها حتى اليوم الجماهير الحمراء اللي كانت خير سند فريقها كان كذلك لانه الفصيل اللي هو النداء اللي كان يعني راه باش ولله الحمد تليفون ديال الوداد في ملعبات تقاجموا معها وحتى بيتسو موسيماني فتفاجئ بالحضور الجماهير كنت اعتقد على انه فقط ملعب البيضاء هو من سيمتلئ فاذا اجده يعني ملعب الرباط هو الاخر يعني ممتلئ بالعناصر وممتلئ جنباته وبالتالي فهذا ان دل على شيء انما كيدل على الشعبيه الجارفه اللي تحظى بها هذا النادي داخل يعني قلوب المغاربه. ايوا بطبيعه الحال السي درويش زكريا كيقول لك جيبور يمشي بحالاته السي زكريا لا شوف اللاعب ملي كتهرب عليه سيرتو لا فاسونتر ملي كتهرب عليه كره كما كيقولوا صعيب باش داكشي علاش كنا باغيين اليوم انه يماركي باش ترجع ليه الثقه اوكي بالنسبه للاخ اربع سنوات الاخرى الوداد يعني 1916 كانت في النصف النهائي 2016 كان في النصف النهائي 2017 كان اللقب من طبيعه الحال 2018 كان في الربع النهائي و2019 نتمنى ونتمنى ان شاء الله اللقب وكل شيء بين يديه. اوكي نعطيو كلمه اخيره بالنسبه لرشيد. رشيد كان عنده شي التزام التحق بنا نعطيوه كلمه باش نختموا هذا اللايف هذا. والإخوان كنجدد الاعتذار ديالي للسي كريم والسي محسن والسي عمر والمشاهدين الكرام. كانت واحد الظروف اللي طارئه وقعات حالت دون انني نكمل معكم اللايف والحمد لله. وبصراحه اليوم كان واحد الفيستيفال اللي كان كبير كان متكامل فيه الجماهير فيه اللاعبين فيه المدرب فيه حتى المكتب المسير. ما كيفوتنيش انني نوه بالترا وينرز وحتى بالساكنه ديال الرباط اللي تعاملوا وتعاونوا مع الجماهير والمسؤولين على الامن اللي رغم بعض الاشياء اللي خارجه على النطاق الى انه كان اليوم كان عرس كره وامتياز. وان شاء الله ان شاء الله بغينا الفرحه تستمر حتى ننالوا اللقب الثالث ان شاء الله في وصفه الابطال ان شاء الله. وغادي نحلوا المقابله مزيان وغادي نهضروا عليها مزيان يوم الاثنين ساعه مع الحمراء منتصف الليل. كونوا معنا وحاولوا انكم تفاعلوا معنا وحاولوا انكم تبارطاجيو للماكسيموم. كنشكروا جميع الاخوان. سي محسن ناخذ كلمه اخيره. خويا قبل ما نختم دونك خاطر كنوجه صوت من طوكيو شي شحال ديال المسافه. قلت لك اخويا كريم
الصوت، راه الصوت عندك مشكل ديال الصوت السي، هو الصوت، الصوت عندك مشكل فيها السي محسن. وي سمعني اخويا كريم؟ لا جرب جرب دابا. وي سي كريم قلت اخويا كانوا تحيه على السي انس البكري، تحيه من طوكيو، وعزتينا اخويا كريم. السؤال اللي كان طرح كتسمع لي سي كريم ياك؟ لا 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 عندك مشكل انت وعمر، ملي كتكونوا بالبي سي راه ما كيتسمعش. سي السي محسن كنظن انه فقدناه. سي برنامج ممتاز، نتمنى استمراريه. واخا سي عبد الغني، سي عبد الغني شكرا خويا عبد الغني. سي محسن كمل كمل، راه كتفقد يعني. دابا كتسمعني مزيان على ما اظن سي كريم؟ دابا مزيان، دابا مزيان خويا. بعدا كنردو التحيه غير على سي انس البكري من طوكيو، وكان السي علوي عز الدين سول قال لك الوداد واش تقدر تدير الكاس؟ كنقول له الوداد ان شاء الله تقدر تدير الكاس، غير اللي كنتمناو ان ما يكونوش الصفرات ولا الاصابه ديال اللاعبين الرسميين، لان الوداد ما عندهاش ان بون توش باللاعبين الرسميين ديال اللي عنده دابا، ممكن ديو العطله ان شاء الله. ومساله اخرى اخويا كريم، غير انا كنظن شخصيا حتى الفريق ديال القسطنطيني ولا الفريق الجزائري، فكنظن كافه هذوك الفرق اللي من كلاسيه الثانيه سوف ما ميلودي سان داونز هي اللي ربما كتبقى صعيبه، اما الفرق الاخرى فكنظن المستوى ديالها، لاننا شفت لها بعض المقابلات المستوى ديالها في متناول ديال فريق الوداد. الوداد الى مع الخبره ديال البنزرتي وان شاء الله الدعم ديال الجماهير، وخاصه اذا كانت المقابلات غتلعب في كافه ولا هذا مستبعد، فكنظن انها في طريق مفتوح باش تمشي ان شاء الله للدومي فينال اللي غيكون ربما دومي فينال كما قال سي عمر من اقوى النسخ ديال عصبه الابطال الافريقيه. واخا الميساج يلاه جاني بالانجليزيه، الله شتو ديال السي سفيان الحر تبارك الله عليك، اللي كان كانوا كاتبين الوينرز جريت كونتري وين يو وين تيتشين يو بيكام كوربت وين بيتين يو. تبارك الله زعما يعني جابوها ليه لاصقه كما كيقولوا، وهو باش ان شاء الله غادي نختموا وغادي نضربوا لكم موعد غدا، غدا ان شاء الله مع الساعه مع قهوه رياضيه مع الجاليه على الساعه 9 مساء بالتوقيت المغربي الرابعه توقيت واشنطن. نعم سيدي كريم، غير بالنسبه للتوقيت كنظن ان كاين مقابله ديال الحسنيه اللي غيكون واقيلا في 8 او لا، فكنظن بعد المقابله كاينش مشكل بعد المقابله يعني حتى ل 10 او ل 10 ونص باش يكون احسن، وتكون هنالك فهمتي فرصه للمتتبعين باش يتابعوا البرنامج. نسيت المقابله ديال احنا ربحات الوداد صافي، ونسينا كل شيء، ما كاينش مشكل. واخا اذا من بعد المقابله بطبيعه الحال غادي نكملوا هذا اللايف هذا. الى عندك شي حاجه السي عمر بقى عندك قبل ما نختموا؟ الله ونقولوها حتى الغدا، نخليو التشويق الغدا ان شاء الله. اليوم بغينا غير نديروا معكم دردشه بسيطه باش يعني نفرحوا مع الاخوان ديالنا، وغادي نخليكم مع الاغنيه ديال الوينرز ان شاء الله، غادي نديروها باش نكملوا هذا اللايف هذا. كان هذا هو جميع الوداديين في العالم، الاخ انس من طوكيو، سفيان الحر من الدار البيضاء، نشوفوا كاع الاخوان ديالنا، حسن اقبال، الاخ ديالنا اللي من قطر، الدريوش زكريا، عبد الغني، المهدي، العلاوي عز الدين، تبارك الله عليك، عادل، أكون انس من طوكيو، انس البكري، لينا ابو، جميع الاخوان، صونو حمزه ايطاليانو من طاليان، بينا، تشاو.
جميع الوداديين كنهدي لهم هذا الديسك هذا، وهنيئا للوداد. ربع النهائي غادي يكون دائما تغطيه الوداد طالما غدا في المسار، ولماذا نحتفلوا بها يعني في النهايه كما درنا موسم 2017. شكرا لكم، شكرا للتتبع ديالكم. كريم معكم من واشنطن، الى اللقاء. شكرا شكرا.